دعونا نتحدث مع الكاتب والناقد الكبير الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربي الحديث بجامعة القاهرة. دكتور حسين، أهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير دكتور محمد، زي حضرتك؟ يعني في حضرة نجيب محفوظ لازم حضرتك تكون معانا. يعني من ذوق حضرتك ومن فضل نجيب محفوظ علينا كلنا. يعني أنا عايز أبدأ يا فندم من النقطة الأخيرة. يعني الأستاذ نجيب في حياته لما سئل ليه ما كتبش هو بنفسه سيرته الذاتية، قال والله اللي عايز يقرأ سيرتي الذاتية يقرأ الكتابين، كتاب اللي طلع بتاع الأستاذ جمال الغيطاني نجيب محفوظ يتذكر، وكتاب الأستاذ رجاء النقاش اللي هو يعني صدر وكان وأثار كثير من الجدل الحقيقة. في ضوء هذا التصريح اللي الأستاذ نجيب قاله، ثم اليوم نلاقي يعني كلام حول أنه ترك مذكرات بخط يده، رأي حضرتك في هذه القضية إيه الأول؟ الأستاذ نجيب يعني كان حريص على إن هو يبعد حياته الشخصية عن تجربته في الأدب يعني بشكل عام. وهو أشار زي ما حضرتك للكتابين دول، كتاب رجاء النقاش وكتاب جمال الغيطاني، وأشار مرة تانية إلى إنه يعني بس سيرته الذاتية يعني في بعض كتاباته، يعني شخصية كمال عبد الجواد في الثلاثية أو في أصداء السيرة الذاتية وأحلام فترة النقاة. لكن ربما يكون كتب بعض الكتابات يعني اللي تشبه اليوميات أو المذكرات، منها كتاب اللي هو صدر بتحرير الأستاذ محمد شعير اللي هو الأعوام. الأعوام اللي هو ده كان عن البدايات. بالظبط. ويضاف اليه المعلومات اللي يعني انا ما عرفتش لسه تفاصيلها حوالين يعني ابنته اللي عثرت على بعض الاوراق. هو ربما يعني ادخر الاوراق دي ليعيد النظر فيها او ليتاملها منها في كتاباته او الى اخره يعني، لكنه كان حريص زي ما حضرتك عارف على ان هو ما يكتبش يعني مذكراته بنفسه يعني ويصدرها بشكل مباشر يعني. طب اذا استقرينا يا فندم لهذا الراي انه ما تركه من كتابات بخط يده يعني قد تكون بالفعل يوميات، ملاحظات، خواطر معينه لم يدفع هو بها للنشر ولم يتحدث عنها، خاصه انه سئل كثيرا عن سيرته الذاتيه، لما تيجي هذه الاوراق الخاصه بنجيب محفوظ، هل انه مش مفروض يكون هناك من يشرف على اخراج هذه الاوراق، ولا مساله الميراث البيولوجي او الورثه البيولوجيين يعني ان هي ابنته فيبقى هي لها الحريه المطلقه في ان تفعل ما تريد بهذه الاوراق؟ يعني ده سؤال وجيه جدا دكتور محمد. انا متهيألي يعني ابتداء كده يعني هي ليها مطلق الحريه في ان هي تتصرف فيها كما تشاء، بشرط ان هي يعني هو اعتقد ان هي واعيه بده، تربط الكتابات دي بالسياقات اللي اتكتبت فيها. يعني هو دلوقتي في ذمه التاريخ، ومن حق بعض القراء ان هم يتعرفوا على الورشه الداخليه اللي غير معلنه، اللي كانت غير معلنه يعني اللي كان بيكتب فيها. وبتصور كان ضمن الاخبار ان في يعني محرره للكتاب، افتكر ان هي الاستاذه منى الابيض، وبالتالي يعني هيتحط الكتابات دي هتتحط في السياق اللي ممكن يكون مناسب. طيب لو قلت لحضرتك الان مستقبل نجيب محفوظ، يعني هذا كاتب استمر ويتجدد، مستقبل نجيب محفوظ ايه؟ في مجتمع زي ما حضرتك شايف في مشكلة كبيرة في التعاطي مع القراءة ومع الثقافة بشكل عام، مجتمع الأجيال الجديدة يعني لا تنظر لي، أنا بس ما بحبش استخدم يا دكتور الرموز، لكن الكتاب الكبار واللي هم ليهم إنتاج، يعني في ظل ما تراه مستقبل نجيب محفوظ إيه؟ سؤال مهم وكبير والله يا دكتور محمد. مستقبله القيم اللي دافع عنها والقيم اللي تبناها في كتابته، يعني القيم اللي دافع عنها العدل والحرية والمصير الإنساني ازاي ممكن يبقى أرقى وهكذا يعني.
والقيم اللي تبناها في كتابته، اللي هي اتبنت على فكرة التساؤل حوالين اللي كتبه وحوالين ايه اللي ممكن يكتبه بعد كده، والتطوير الدائم الدائم والدائب المستمر طول الوقت لكتاباته، بحيث يعني كأنه يبان كأنه أكتر من كاتب اجتمعوا في كاتب واحد. والقيم اللي يعني تتبقى عبر تجربته نفسها، يعني حد تحدى الأمراض وتحدى الظروف الصعبة وكتب أجرأ ما يمكن كتابته، ويعني نبيل الصوت في كل ما كتب وهكذا، دي كلها قيم باقية. دوائر تلقيها ممكن تختلف من فترة لفترة، وممكن تختلف من مجتمع لمجتمع، لكن بيبقى فيه شبه اتفاق يعني على أيقونة الكتابة دي. يعني هو قدم درس في الإخلاص للكتابة، ودرس في الحرص على التطور الدائم يعني، وقدم كتابات جميلة. يعني آخر كتابات كتبها في نصوصه القصيرة جدا، سواء أحلام فترة نقاهة، أحلام فترة نقاهة، وأصداء وقبلها السيرة أصداء الذاتية. السيرة، وقبلها رأيت فيما يرى النائم. دي بقت تيار يعني ماشي في الكتابة عند كتاب شبان، وده معناه إنه قادر يتخطى الأجيال اللي عايشها لأجيال تانية هو ما شافهاش. فدي قيمة برضو باقية، يعني في قيم كتير هتبقى وهتظل باقية فيما أتصور وفيما أرجو يعني من طب تجربة نجيب محفوظ. مستقبل الانتاجه، يعني احنا عندنا الروايات للاستاذ نجيب الان في دار قائمه بتنشرها الكترونيا ودار ورقيا، و انا بتكلم بقى على ايه؟ يعني انا عندي كاتب زي شكسبير مثلا بقي كل هذه الاجيال، هل وده السؤال عن المستقبل، مستقبل نجيب محفوظ يعني بعد 100 سنه حضرتك تتوقع ايه؟ أتوقع وأرجو يعني إن يبقى فيه التفاف حوالين تجربته، زي ما فيه التفاف حوالين تجربة شكسبير وحوالين تجربة بالزاك وهكذا، يعني من البلدان نفسها اللي عاشوا فيها الكتاب العظام. صحيح صحيح، لأن هي البلد هي اللي تستطيع أن تمد في عمر الكاتب بلا انقطاع يعني. بالظبط بالظبط، وبالتالي هيبقى فيه إمكانية لو ده تم يعني لإتاحة فرص وأشكال من التلقي مختلفة. يعني إحنا مش متصورينها دلوقتي، لأن التكنولوجيا كل يوم بتجيب حاجات جديدة، فهتبقى في وسائط أخرى لتوصيل تجربة نجيب محفوظ ولتلقي تجربة نجيب محفوظ واستلهام تجربة نجيب محفوظ وحضورها على مستويات مختلفة، مش بس في السينما وفي المسرح وفي الوسائط يعني اللي احنا عارفينها، ممكن يبقى في وسائط أخرى مختلفة. فيعني المستقبل لأنه هيجيب حاجات كتيرة جديدة، ما يعني مش مطروحة دلوقتي، صحيح. هيلاقي تجربة كبيرة يعني يقدر يفيد منها، مع إمكانات يعني دولة مصر يعني تتبناها، يعني لأنه يعني جزء من الذاكرة المصرية في تاريخها كله، يعني في تاريخها الأدبي كله، يعني من أوله لآخره تقريبا. صحيح صحيح. طيب يعني سؤال أخير دكتور حسين، يعني حضرتك عرفت الأستاذ نجيب محفوظ واقتربت منه، وفي تصوير لعدد من الشخصيات، يعني أنا حتى خدت من الجملة اللي حضرتك إنه نشعر وكأن هناك أكثر من كاتب في كاتب واحد. في شخصيات كثيرة مرسومة للأستاذ نجيب محفوظ، فيها شخصيته مثلا في الشباب، وإن هو سرب يعني أجزاء منها في بعض رواياته، شخصية الموظف اللي هو يعني ملتزم، اللي هو الراجل لما الأستاذ هيكل عرض عليه إنه يكتب في الأهرام قال له طب بس لما أسوي معاشي، يعني اللي هو كان هيديله يمكن أكتر من اللي كان بياخده، وكان هيأمن يعني هيتعين في الأهرام، يعني مش هيطلع في الشارع، لكن هو حرصه إنه يظل في الوظيفة. والاب اللي هو بعد اسرته عن يعني عن الموضوع الحياه العامه، ولدرجه انهم اكتشفوا انه نجيب محفوظ تزوج بعد ما كان خلف، يعني الوسط ما كانش عارف انه هو متزوج. من خلال معرفتك بيه، هل كانت هناك شخصيه اخرى مخبوءه ضمن هذه الشخصيات لا يعرفها من تفاعلوا وتعاطوا مع نجيب محفوظ؟ يعني مثلا عن نجيب محفوظ النفسي. الحقيقه وجزء من الشخصية اللي حضرتك لقطتها دي
مبسوس في كتابه مع رجاء النقاش، اللي هو كان سجل فيه 50 ساعة وفرغها بعد كده وخد وقت طويل. يعني الإشارات لعالم تاني، يعني مختلف تماما، مختلف تماما. طبعا في شخصيات أخرى مرتبطة بنجيب محفوظ لاعب الكرة، ونجيب محفوظ الموسيقي اللي اتعلم احنا كنا سنة كاملة. زعناله عزف على قانون من شوية. لطيف والله، لطيف. ففي يعني شخصيات أخرى هو عاشها، وفي شخصيات لا نهائية هو تمثلها وتقمصها في كتاباته، وهو عنده القدرة دي. وهو كان بيلاقي نفسه في الحقيقة يعني في الدايرة المرتبطة بحي الحسين وسكان حي الحسين، بيلاقي نفسه فيها. وأنا شفت ده أكتر من مرة يعني. ففي شخصيات أخرى في الحقيقة لنجيب محفوظ. حفاظه على الوظيفة والنظام الصارم اللي عاش بيه حياته كلها كان اختيار هو اختاره على حساب الشخصيات الأخرى دي، لأنه شاف إن النظام ده هو النظام الأمثل يعني عشان يقدم مشروعه الكبير اللي اكتشفه من وقت مبكر يعني. فده كان ان دي الشخصية الطاغية او الاكثر تواجدا يعني. طيب، الأكثر التزاما بيها. طب هذا امر عارف انه صعب جدا يا دكتور، لكن اذا طلبت من حضرتك تلخيص رؤيتك لنجيب محفوظ في جملة واحدة. الكاتب الرائي النبيل المشغول بمصير الإنسانية. يعني بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله لينا لقاء قريب، بس لازم لما نتكلم عن نجيب محفوظ لابد ان يكون معنا الدكتور حسين حموده. اشكرك جدا الكاتب والناقد الكبير الاستاذ حسين حموده، استاذ الادب العربي الحديث.